هلا، أنا أحمد، ولكن اليوم مش معلومة غير مفيدة. في هذا الفيديو رح أحكي لكم كيف تواصلت مع الفضائيين، وبدون مقدمات خليني أبدأ بالأحداث اللي صارت خلال هذه العملية. كنت دائماً أستغرب من حجم هذا الكون اللي فيه مليارات المجرات والنجوم والكواكب اللي نعرفها واللي ما نعرفها، والعلم في هذا المجال متقدم، ولكن للآن ما أعتبر وصل للتقدم المطلوب. وكنت دائماً أفكر، معقول الكون بهذا الحجم الواسع وما في كائنات غيرنا نحن البشر موجودة فيه؟ وعشان أتأكد من هذه المعلومة قررت أني أحقق بهذا الموضوع بنفسي، وبمساعدة أصدقائي الخبراء بديت أشتغل على المشروع واللي ناوي أستكشف فيه أسرار هذا الكون، وأحاول أتواصل مع العالم الخارجي من كوكبنا الأزرق عشان أحقق الهدف اللي حاطه، واللي هو أني أكتشف إذا في كائنات حية غيرنا موجودة في هذا الكون. كان لازم ألاقي طريقة أتواصل فيها مع الكائنات المحتمل تكون موجودة، فكنت بحاجة أني أبني جهاز يرسل إشارات للفضاء على أمل أنه يتم استقبالها من أحد الكائنات في أحد الكواكب في الكون ويرسل لي رد عليها، ووقتها أتأكد إذا في كائنات غيرنا أو لا. المشكلة الأولى اللي واجهتها في هذا المشروع إنه المسافات في هذا الكون واسعة جداً تقدر بالسنوات الضوئية، وإذا افترضنا أني برسل إشارة ضوئية للفضاء إلى أقرب مجرة لنا واللي هي أندروميدا، فرح أحتاج لحوالي 2.5 مليون سنة عشان توصل إشارتي للمجرة، وإذا رد علي أحد الكائنات بنفس الإشارة فرح أحتاج فوقها 2.5 مليون سنة عشان أستقبلها، ونحن كبشر عمرنا المتوسط ما يتعدى 100 سنة على الأكثر. لذلك كان لازم أستعين بأحد أصدقائي عشان أحل هذه المشكلة. صديقي سالم، والحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الإشارات والموجات المتذبذبة، قال لي إنه يقدر يخترع إشارة ممكن توصل سرعتها لملايين الأضعاف لسرعة الضوء، وهالشيء رح يوفر علينا كثير من الوقت والجهد في هالمشروع. وفعلا بعد البحث والتطوير قدر إنه يصدر أول إشارة فائقة السرعة، وسمينا هذه الإشارة بالإشارة الموجية H، وكانت توصل سرعتها لحوالي 1 مليون سنة ضوئية في الساعة. يعني لو أرسلنا هذه الإشارة إلى مجرة أندروميدا رح نحتاج بس 2.5 ساعة عشان توصل إشارتنا هناك، وهو وقت ممتاز جداً مقارنة بالموجات الثانية. بديت أشتغل على الجهاز اللي رح يصدر الإشارة الموجية H، وركبت كل القطع المطلوبة حسب توجيهات صديقي سالم، وكان إنجاز رائع إنه قدر يوصل لهالاختراع بفترة بسيطة، والأروع إنه تصميم الجهاز كان صغير وخفيف ونقدر نحمله باليد. ولكن طلعت لنا مشكلة ثانية، وهي إنه جهاز بهذه المواصفات يحتاج لطاقة عالية جدا عشان يقدر يصدر الإشارة، ولحل هذه المشكلة تواصلت مع صديقي عصام واللي هو بروفيسور في علم الطاقة والانشطار. استغرق عصام حوالي 2 أسبوع عشان يقدر يحل مشكلة الطاقة، لأنه حجم الطاقة اللي كانت مطلوبة كبير جدا، بحيث أنك بنفس كمية الطاقة اللي رح نستخدمها لتشغيل الجهاز تقدر تضيء 3 مدن كبيرة. ولكن عصام وجد طريقة يقدر يولد الطاقة المطلوبة عن طريق دوران الأرض، بحيث أنه استطاع يسحب قوة جاذبية الأرض وتحويلها لطاقة كهربائية مع زيادة الاستطاعة، وفعلا وصلنا للمواصفات المطلوبة واعتمدنا مصدر الطاقة للجهاز أخيرا. أكملت بناء جهاز الإشارة الموجية H، وكنت جاهز لإطلاق الإشارة للفضاء، ولكن في حال تم استقبال الإشارة في أحد الكواكب الأخرى وتم الرد عليها سواء بنفس الإشارة أو بإشارة أخرى، فأنا بهالحالة محتاج طريقة لاستقبال إشارة الرد، وأيضا بحاجة لترجمة الإشارات الأخرى اللي ممكن توصل، بحيث أني أقدر أفهم اللي قاعدين يقولوا لي إياه عن طريق الإشارة تبعتهم. ولحل هذه المشكلة تواصلت مع خبير في هذا المجال، حازم، خبير موجات واستقبال، أعطيته كل المعطيات اللي عندي عشان يطلع لي بحل لهذه المشكلة، وفعلا بدأ يشتغل على حل عبقري، وبحكم خبرته الكبيرة في هذا المجال قدر انه يطور جهاز الإشارة الموجية H خلال وقت قياسي، بحيث أصبح الجهاز يقدر يستقبل أكثر من 40 نوع من الإشارات والموجات المختلفة، وبنفس الوقت قادر على ترجمة الإشارات هذه لكلمات نحن كبشر نقدر نفهمها. الآن كل شيء جاهز، وصار وقت أني أبدأ أحاول أرسل إشارتي للفضاء، وأحاول أني أتلقى أي رد من أحد الكائنات اللي ممكن تكون موجودة في هذا الكون.
وفعلا رحت إلى مكان في الخلاء. وبديت أول إرسال للإشارة الموجية H باتجاه أقرب مجرة لنا، على أمل أنه يستقبلها أحد الكائنات على الطريق أو حتى في المجرة الأخرى. أرسلت الإشارة بنجاح وحولت الجهاز على نظام الاستقبال. وبعد حوالي ساعتين كانت المفاجأة.